إن إحنا أنا ما بوعدش أي حاجة، ولكن أنتوا لو بصيتوا للفترة اللي أنا كنت فيها، خاصة بداية الموسم، الماتشات اللي إحنا لعبناها كانت كلها ماتشات كؤوس لغاية دلوقتي. الدوري السنة اللي فاتت كان طويل جدا، اللعيبة الدولية لعبت تقريبا 70 مباراة وكانوا محتاجين لراحة بدنية. بدأنا بدوري الأبطال ضد جورماهيا رايح جاي، معسكر الإعداد عادة اللي أنا محتاجه بيستغرق من 4 لـ6 أسابيع، وده ما كانش متاح. طبيعي جدا أن في بداية الموسم يكون المستوى البدني والذهني للعيبة مش على أعلى مستوى، لازم الناس تقدر الكلام ده. زي ما هو بيكرر أن احنا لعبنا الست ماتشات كان لازم كل ماتش نفوز فيها، كانت على الألقاب. ضد جورماهيا لعبنا في للتأهل لدور المجموعات في بطولة أفريقيا، لعبنا سوبر الأفريقي ضد الزمالك، لعبنا بعد كده ضد سيراميكا علشان نوصل للنهائي في السوبر المصري، وقابلنا الزمالك تاني في نهائي السوبر المصري. كان الوضع بالنسبة لنا أنا متعود عليه السنتين اللي فاتوا إن إحنا نشتغل تحت ضغط. إحنا محتاجين شوية إن الناس تصبر علينا. من خلال خبرتي في السنتين دول إن المصريين ما بيعرفوش يصبروا، الناس لازم تتعلم الصبر. إحنا مش معانا عصاية سحرية هنقول كن فيكون. أنا كنت مدرب دولي للنمسا وعارف كويس إن كمدرب للمنتخب إن الشغل البدني كله ما بيكونش معايا. اللعيبة بتجيلي لمدة 10 أيام بمسؤول إن أنا ألعب بهم ماتشين، فما بقدرش اشتغل معاهم بدني. انا بشتغل معاهم على التكتيك وبشتغل معاهم على الجانب الذهني والفني. الشغل البدني كله موجود في النادي والنادي هو المسؤول عنه، لازم الناس تاخد بالها من الكلام ده. اكدنا وبنأكد ان احنا لعبنا ضد الزمالك الماتش ده كويس، ده بدينا ثقة كبيرة وان احنا هنلعب بكرة وعندنا امكانيات كبيرة وفرص كبيرة ان احنا نفوز، خاصة قدام جماهيرنا العظيمة اللي بتسندنا دايما، وانا عندي احساس كويس ان احنا هنفوز بكره ان شاء الله. اول مره نحط في الموقف ده اللي احنا في شهر بنلعب 3 بطولات، زي ما الراجل قال احنا الفتره اللي فاتت في ناس بتروح المنتخب وفي ناس لعيبه دوليه بتروح المنتخب، والفتره اللي فاتت دي لعبنا ماتشات كتير، بس اللعيبه اللي موجوده وكبيره بنقعد مع بعض بنتكلم. احنا على طول محطوطين في النادي الاهلي، على طول دايما بنتحط في بنعرف نلعب تحت ضغط كويس جدا، وعلى طول بنتحط اللي بيجي النادي الاهلي عارف ان النادي الاهلي على طول بيتحط في بطولات كتير، واحنا بنقعد مع اللعيبه بنتكلم معاهم في النقطه دي كويس. وخلاص زي ما احنا اي فرقه بنيجي نلعبها بنحترمها بشكل كويس جدا. اي فرقه طبعا العين فرقه كبيره جدا، بطل اسيا اكيد احنا عارفين الكلام ده، وبنحترم كل الفرق كبيره وصغيره. عشان كده احنا بنفكر خلاص في الماتش بتاع بكره، بس اللي فات خلاص نسيناه ونفكر في بكره وبطوله جديده واللعيبه عارفه الكلام ده، مركزين ان شاء الله بكره ومحضرين بشكل كويس.